إلا كنتي من عشاق السندويشات السريعة واللي كتكون لذيذة، فهاد الفيديو ليك اليوم جبت ليكم وصفة سندويشات الدجاج بحشوة مختلفة ومعلكة وغنية بالنكهات وسهلة التحضير، المكونات بسيطة بزاف. تابعوا معايا خطوة بخطوة لتحضير هاد الوصفة اللي زوينة بزاف اللي أكيد غتنفعكم. نحتاجوا في الوصفة كأس ونصف ماء يكون دافئ، ملعقة صغيرة من السكر حبيبات، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقتان كبيرتان زيت المائدة، ملعقة كبيرة من ياغورت طبيعي بدون سكر، ملعقة صغيرة من الملح، 400 غرام دقيق. هذا هو قوام العجين. غندهنوا الوجه ديالو بالزيت باش ما يلتصقش لينا بالكيس بلاستيكي، ونخليوه يختمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. غنفرغها من الهواء ونقسمها الكرات على حسب الحجم اللي نتوما باغين. بغيتو سندويشات كبار راه غديروا كرات كبار، بغيتوهم متوسطين غديروهم متوسطين، الحجم كيبقاو على اختيار ديالكم. ضروري نستعنوا بالدقيق باش ما يلتصقوش لينا بسطح العمل. دابا غنبدا باول وحده اللي درتها كره وغنطلقها بالدلاك بهذه الطريقه هذه على شكل دائري. ضروري الاستعانه بالدقيق كما قلت لكم باش ما يلتصقوش ليكم. هذه زبده خاصه بالتوريق بحراره المطبخ، تقدروا تذوبوها وتدهنوا بها بحال هكا حتى هي مزيانه. صافي انا كندهن النص ديال الدائره وكنطوي بحال هكا، كنردو على شكل نصف دائري. غنكمل الكرات بنفس الطريقه كلهم بهذه الطريقه هذه، كنطلقها وكندهنهم بالنص ديالهم بالزبده وكنطويها ونحطها في الطاوه. غندهن الوجه ديالها بالزبده بهذه الطريقه هذه، الزبده كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. في هذا الاثناء قمت بتشغيل الفرن على اعلى درجه حراره باش يسخن مزيان، باش تزيدوا الجماليه للساندويتش ديالكم ديروا هاد الشكيلات هادو بالفلفله ملونه وبصل، هذاك بصل ديره شرائح بهذه الطريقه هذه، والزيتون الاسود. ونزيدو رشه ديال جبن موتزاريلا او اي جبن عندكم كتبغيوه نتوما. ندخلو للفرن والنار تكون مهيله غير من الاسفل حتى يتحمر عن شعل من الاعلى. من بعد ما كيطيب كنغطيه بمنديل بهذه الطريقه هذه ونخليه جانبا ونمشي نوجد معكم الحشوه. مقلة ودرت فيها شوية ديال الزيت وبصلة اللي قطعتها على شكل هلالات بهذا الشكل هذا، وجوج فصوص ديال الثوم نشحرهم مزيان حتى كتبان ليا هذيك البصلة. من بعد ما تعسلت ليا البصلة ولات بهذا الشكل هذا، غنضيف 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي قطعته من قبل وغنشحرهم مزيان. كما لاحظتوا انا ما ضفت التوابل، ما كنضيفهمش هما الاولين، كنشحر مزيان الدجاج والبصلة. ضفت هنا معلقه صغيره ديال الزبده، كنديو نجيب في ديك الزبده مزيان حتى كتشرب ليا الدجاج. عندنا بابريكا، كركم، كزبر يابس، بودرة ثوم، ملح، زنجبيل وفلفل أسود. كل شيء هاد التوابل هذه ملعقة صغيرة.
بالنسبه للصوص اللي غتخلي لنا الحشوه معلكه ولذيذه، غنحتاجو ملعقه ديال مايونيز وملعقه ديال الكاتشوب وقليل من الحار الصوص الحار، وغنخلط مزيان وغننزلهم على هذاك الدجاج اللي شحرت. هذا هو الساندويتش كما شفتوه، ها هو خاوي من الوسط، وهذيك الزبده اللي كندها هي اللي كتخليه مقسوم بحال هكا، ما كتجي فيه لا بابا لا والو، كيجي خاوي. خبز ساندويتشات ينفعكم مع وليداتكم بلانش بوكس. وهكا حضرت معكم اخف واشهى سندويشات دجاج بحشوه مختلفه وبسيطه واقتصاديه، جربوها وشاركوني رايكم في التعاليق. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه باش تشوفوا وصفات جديده ومميزه. شكرا على المتابعة ونشوفكم في فيديو الجاي إن شاء الله.